مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. اليوم بدي احكي لكم عن شغله بتصير في اوتوا كل سنه اسمها سليب اوت فور يوث. خليكم معنا. طبعا بالمختصر، هاي بيطلعوا ناس في مكان اسمه تي دي بليس، مشهور عندنا، هو عباره عن ملعب رياضي، بحطوا خيم وبناموا عشان يدعموا بهاي الحركة الشباب، خاصة اللي هوملس ما عندهم بيوت وبناموا بالشوارع. طبعا راح تشوفوا هذا المنظر زي ما انتم شايفين، الناس قاعدة بتخيم في يوم في نوفمبر بكون بارد جدا جدا هذا، وخاصة بالليل، فكله بكون معاه يعني شغلات دافية وبحاول انه يدفي حاله، بس تهيئوا الشباب والناس اللي عايشين بالشوارع هوملس بدون بيوت، فقراء، يعني بموتوا من البرد صراحة. فهذه الانيشيتيف كانت عشان تجمع فلوس لهم وتعطيهم دعم. إذا حابين تدعموهم ممكن تروحوا على موقعهم Sleep Out for Youth وتدعموهم غاد إذا ما قدرتوا تيجوا على هذه الفعالية. I used to picture it all the time. I was gonna have a really big family, and every year we would go on a trip. We would all go somewhere really cool and beautiful. I'd have this nice house that was big enough for all my cats. I think I'd have three of them. I love cats. And I'd have all the same friends I had back then. We'd be friends forever. We were gonna do so many things together. We'd go to concerts, the beach. We'd definitely go to the beach. As a kid, I used to dream I'd do so much. I couldn't wait to grow up. No child dreams of being on the streets when they grow up. Support the Youth Services Bureau of Ottawa today. Wow. It's caught in the crossfire.